بسم الله الرحمن الرحيم. أول فيديو في دورة الإنقاذ في المواد العربية. حابين الأول نعمل مقدمة كده عن دورة الإنقاذ. إيه اللي إحنا هنعمله؟ إن شاء الله إحنا هنشرح جميع الفروع، تمام؟ نحو، صرف، بلاغة، أدب ونصوص، دليل العلم والأدبي، زائد هنشرح مطلع وإنشاء للقسم الأدبي. إحنا بإذن الله كل فرع هياخد 6 حصص. هياخد كام حصة؟ 6 حصص. ال6 حصص متقسمين كالآتي: حصة شرح، بعدها حل، يبقى كده 2، وبعدين شرح، وبعدين حل، وبعدين شرح، وبعدين حل. يبقى احنا كده عندنا شرح حل شرح حل شرح حل، يبقى كده ايه الفرع خلص. الحصص الحل الأسئلة دي في مذكرات هتنزل لكم، يعني حصة الحل الأولانية هينزل قبلها مذكرة، حصة الحل الثانية قبلها مذكرة، حصة الحل الثالثة قبلها مذكرة. المذكرة دي عبارة عن يعني 90% من الملازم دي هيجيلك منها في الامتحان. فأنا يعني لو اعتمدت عليها هتخليني مطمن بنسبة 90%. طب عشان اطمن بنسبة 100%، ما تقلقش احنا معاك. هنحل مع بعض الامتحانات السابقة، هنحل مع بعض الامتحانات السابقة اللي هي من سنة كام لسنة كام؟ اللي هي من سنة 2022 إلى 2017، اللي هي من أول سنة في البوكلت لحد السنة اللي فاتت. فأنت كده هتقفل 100% من المعلومات. يبقى احنا هنشرح وهنحل الامتحانات السابقة، فبإذن الله هنحل كتير ومش هنسيب حاجة إلا ونشرحها. هو الحصص بتبقى كل يوم وضغط وكل حاجة، بس احنا لازم نلم المادة في وقت قياسي، والوقت ده لازم تشد حيلك فيه، تمام؟ فده بدايتنا. احنا ان شاء الله البداية عندنا في الصرف. هنبدأ ايه؟ بالصرف. والنهاردة بإذن الله هنشرح الآتي. يبقى الحصة الأولى اللي هي النهاردة، تمام؟ والحصة كده كده متسجلة، هي دلوقتي بث مباشر وكل حاجة، بس كده كده الحصة متسجلة. الحصة الأولى نشرح فيها كالآتي: همزة الوصل والقطع، همزة الوصل والقطع. وبعد كده هنشرح الإبدال والإعلال. بعد كده هنشرح المواضع الخمسة اللي هي قلب الواو والألف والياء همزة. بعد كده هنشرح الهمزة العارضة. ده اللي احنا نشرحه النهاردة. وبكرة بإذن الله هينزل لكم ملزمة النهاردة بعد حصة الشرح، هنحل على الكلام ده بكرة، تمام؟ وبإذن الله هيبقى كل الفروع كده: شرح حل شرح حل شرح حل. الحمد لله المادة خلصت، وبعد كده نبقى نحل الامتحانات السابقة، تمام؟ نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بأول حاجة معانا بعد بسم الله: همزة الوصل والقطع. نبدأ بهمزة الوصل. همزة الوصل، عندنا همزة الوصل أولا مطلوب مني الآتي. بيجي يقول لي مثلا همزة الوصل دي كلمة زي كلمة ابن، كلمة زي كلمة ايه؟ ابن. قال لي ابن دي الب هنا ساكنة، الباء هنا ايه؟ ساكنة. فقال لي علشان انطق بحرف الب الساكن بجيب حاجة في الاول اسمها همزة وصل، يبقى الهمزة اللي في الاولانية دي اسمها ايه؟ همزة وصل. طب دي كلها اسئلة نظري، انا هقولها شفوي عشان بصراحة ما بتجيش قوي، بس خلينا ما نسيبش حاجة زي ما اتفقنا، تمام؟ ليه سميناها همزة وصل؟ علشان توصلنا بيها للنطق بالساكن، عشان توصلنا بهمزة الوصل دي للنطق ايه؟ بالساكن. في معلومة برضو قبل ما نبدأ: الألف اللي مش عليها حاجة دي بقول عليها همزة وصل، ولا همزة ايه؟ وصل. والألف اللي فوقيها همزة، أو الألف واللي تحتيها همزة، أو الألف واللي عليها مد، بقول عليها همزة قطع. بقول عليها ايه؟ همزة قطع. جميل. وقال لي همزة الوصل دي بقول عليها مفردة علشان بتبقى لوحدها، مفردة.
وهمزة القطع دي بقول عليها مركبة، بقول عليها ايه؟ مركبة. يبقى احنا عندنا همزة الوصل بنقول عليها مفردة، وهمزة القطع بنقول عليها ايه؟ مركبة. قال لي يعني ايه همزة عارضة؟ قال لي يعني همزة بتتقلب حرف علة. يبقى يعني ايه يا جماعة عارضة؟ يعني بتتقلب حرف علة، حاجة عارضة يعني ايه؟ مش بتفضل في الكلمة، بتتقلب حرف علة. تمام؟ قال لي الهمزة العارضة دي ماشي ممكن تتقلب ايه وممكن تتقلب واو. يبقى الهمزة العارضة دي ممكن تتقلب ياء ممكن تتقلب ايه؟ واو. يبقى الهمزة العارضة ممكن تتقلب ياء وممكن تتقلب ايه؟ واو. تمام كده يا جماعة؟ قال لي امتى الهمزة العارضة تتقلب ياء؟ قال لي إذا كانت لام الكلمة في المفرد، 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 حاجة من التلاتة دول. تمام، ركز بقى فيهم أرجوك. قال لي إذا كانت لام الكلمة في المفرد يا أصلية، يا أصلية أو همزة أصلية، أو همزة أصلية أو واو معلى. يبقى يا أصلية أو همزة أصلية أو واو معلى، بس بقاله كذا سنة كده ما بيجيبهاش بالاسم ده، ما بيقوليش يا واو معلى، بيقول لي ياء منقلبة عن واو، ياء منقلبة عن واو، يعني هي في الاصل واو. تمام كده؟ يبقى احنا عندنا الياء الاصليه والهمزه الاصليه والواو الايه؟ المعلى. قال لي دي امثله محفوظه. قال لي علشان اريحكم رحنا ايه؟ عشان الامثله فيها هدايا ومطايا وعطايا وقضايا وخطايا ورزايا وبرايا وارنبنا في منور ارور وارور في ايه؟ في اي حاجه، في اي حاجه. تمام؟ عشان انا ايه في اخر الحصه برضو ايه بدات اهيس شويه، فاحنا عندنا ال كل الكلمات تدخل في بعض، فاحنا عملنا لها اغنيه لكل واحده. فالياء الاصليه اغنيه بتاعتها كل منايا، اللي هي منايا يعني، بس خليناها منايا يعني للضروره الشعريه. تمام؟ يبقى كل منايا، بس هي بتتنطق ايه؟ منايا. لو حد جه قال لك ليه قلناها منايا، قول له للضروره الشعريه، تمام؟ على اساس ان احنا شعراء يعني وايه وعملنا ضروره. يبقى كل منايا اكسب قضايا، يبقى تاني كلمه معانا كلمه ايه؟ قضايا. يبقى كل منايا اكسب قضايا واخد هدايا، يبقى واخد هدايا، واخد هدايا، يبقى واخد هدايا. واكتب وصايا، واكتب وصايا لما نموت ان شاء الله. تمام؟ وصايا. يبقى هي دي الكلمات يا جماعه، بس ارجوك احفظها بالاغنيه. كل منايا اكسب قضايا واخد هدايا واكتب وصايا، ربنا يرحمنا جميعا لما نموت ان شاء الله. قال لي الهمزه الاصليه مش محتاج اغنيه، اصل هتجيب المفرد يطلع لي همزه. يعني كلمه زي كلمه خطايا، ايه مفردها؟ خطيئه، خطيئه، طلع لي همزه، يبقى كلمه خطايا معانا. طب برايا، بريئه، يبقى برايا، بريئه. طب رزايا، رزيئه. دنايا، دنيئه. يبقى دي كانت همزه اصليه. طب الياء الواو المعلقه والياء المنقلبه عن واو دي لها اغنيه بقى. واحد اسمه عطيه، واحد اسمه عطيه. يبقى دي أول كلمة معانا، إيه جمع عطية؟ عطايا، يبقى إحنا بناخد بالجمع، يبقى أول كلمة معانا في الحتة دي عطايا. قال لي واحد اسمه عطية راح يجيب ضحية، راح يجيب ضحية، يبقى إيه جمعها؟ ضحايا، يبقى جمعها ضحايا. وهو راكب مطية جمعها مطايا، وهو راكب مطية، يبقى تاني كلمة معانا كلمة ضحايا، وهو راكب مطية. قال لي المطية ده ما يمتطى، حصان، حمار، عربية. تمام؟ مطية يبقى جمعها ايه؟
مطايا، يبقى جمعها مطايا، يبقى هنا واحد اسمه عطية يبقى عطايا، راح يجيب ضحية يبقى مع ضحايا، وهو راكب مطية يبقى مطايا. واحد يقول لي ماشي، عمال بقى أغنية، قول لنا بقى هتيجي في الامتحان ازاي؟ أقول لك هتيجي في الامتحان ازاي؟ يجي يقول لك علل ليه قلبنا الهمزة العارضة ياء. واحد يقول لي أصل هو فين الأصل الهمزة اللي أنت عمال تدوش دماغنا بيها؟ قال لي أصل منايا دي أصلها مناءة، وقضايا أصلها قضاءة، يعني ليه اليهات دي كلها يا جماعة كان أصلهم همزة، فاهمني؟ فالهمزة اتقلبت يه، تمام كده؟ فيجي يقول لي في الامتحان هو أنت ليه قلبت الهمزة العارضة يه في قضايا؟ هقول له كده التعليل هيتكتب من أول هنا، أقول له لأن لام الكلمة في المفرد يا أصلية. طب ليه قلبناها في برايا؟ لأن لام الكلمة في المفرد همزة أصلية. طب ليه قلبتها في ضحايا؟ لأن لام الكلمة في المفرد ياء منقلبة عن واو أو واو معلّة. طب ليه قلبتها في وصايا؟ لأن لام الكلمة في المفرد ياء أصلية. طب ليه قلبتها في دنايا؟ لأن لام الكلمة في المفرد همزة أصلية. طب ليه قلبتها في منايا؟ لأن لام الكلمة في المفرد ياء أصلية. طب ليه قلبتها في ضحايا؟ لأن لام الكلمة في المفرد ياء منقلبة عن واو أو واو معلّة. فهمتوا هتيجي إزاي؟ تمام، حلو. بعد كده نيجي بقى امتى اقلب الهمزه العارضه واو؟ قال لي اذا كانت لام الكلمه في المفرد واو اصليه او سالمه. اذا كانت، خلاص احنا بنشطب يا جماعه، اذا كانت لام الكلمه في المفرد، اذا كانت لام الكلمه في المفرد واو اصليه، واو ايه؟ اصليه، او اجي اقول واو سالمه، واو اصليه، واو ايه؟ سالمه، تمام كده يا جماعه؟ واو اصليه او واو سالمه، ماشي. قال لي هما ثلاث كلمات بس اللي عندنا في المنهج في حته لو هراوه وعلاوه واداوه. سؤال لولبي، سؤال كده هو بديهي يعني، انا بهزر. ازاي افرق بين امثله الهمزه العارضه اتقلبت فيها ايه والهمزه العارضه اتقلب فيها واو؟ بسهوله، كل السهوله. مش دي فيها ايه؟ الكلمة فيها ايه؟ اه، تبقى الهمزة اتقلبت ايه. مش دي هراوة فيها واو؟ اه، يبقى الهمزة العارضة اتقلبت واو. دي فيها ايه؟ عطايا، اه، يبقى اتقلبت ياء. علاوة اتقلبت واو. بس كده، ماشي.